الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عملاء فيرست أونلاين، معكم أسماء خالد من موقع فيرست أونلاين. طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض على منتجات فيرست الجميلة الرائعة في عالم الصحة والجمال، وزي ما احنا متعودين مع بعض بطلع لايف جديد بمنتج جديد بسعر مميز جدا جدا من منتجات فيرست أونلاين. النهاردة جايبة منتج حلو جدا جدا، منتج مفيش غنى عنه، لكل عروسة بتجهز. طبعا لكل ست بيت حابة تغير من ديكور المطبخ وتجيب أجهزة جديدة، طبعا بنصحك مطحنة ميانتا حلوة جدا جدا زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. بس قبل ما نتكلم عن المنتج اللي بقدمه لحضراتكم، يا ريت تتابعوا معايا الفيديو للآخر عشان معايا مفاجأة حلوة قوي هتعجبكم في آخر الفيديو. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، دي شكل مطحنة ميانتا من الخارج. طبعا دي شكل المطحنه من الخارج. تعال بقى مع بعض كده نشوف شكل المطحنه من الداخل وطريقه استخدامها. طبعا المطحنه جميله جدا جدا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، الضمان بتاعها على العلبه من الخارج. جاي معاها شهادة ضمان زي ما احنا شايفين مع بعض في الشاشة كده، عشان تضمني برضو ان منتجات فيرست اونلاين مضمونة 100%. دي شهادة الضمان بتاعت المنتج اللي انا بقدمه لحضراتكم. طبعا وكمان معاها كتالوج عشان فيه طريقة استخدام المطحنة. دي بقى شكل المطحنة اللي انا بقدمها لكم النهاردة زي ما احنا شايفين مع بعض في الشاشة كده، الشكل بتاعها جميل جدا جدا وجذاب. طبعا الخامة بتاعتها حلوة قوي، غنية عن التعريف زي ما قلنا لحضراتكم، والكواليتي بتاعتها ممتازة. طبعا المطحنة دي بتطحن لك جميع الخضروات، جميع اي حاجة انت عايز تطحنيها، سواء تفرم لك لحمة توابل كل حاجة بتطحنها لك. زي ما احنا شايفين مع بعض كده السيوف بتاعتها حادة وصلبة، طبعا مقاومة للصدأ، يعني تغسليها وترجع زي ما هي، ما يجرالهاش أي حاجة ولا تتجرح منك وانت بتغسليها. زي ما احنا شايفين مع بعض شكل الأسنان بتاعتها كده حادة جدا جدا، تفرم لك أي حاجة بسهولة سواء توابل سواء لحمة سواء خضار. تعالوا مع بعض كده نشغل المطحنة ونشوف طريقتها وهي بتشتغل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.